بسم الله. ربنا اجعلنا دعاة السلام وحملة وئام ومحبة يا رحمن. أشياك وتجاهدنا بسبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر أو من كما قلت النتائج وكما تقول انت حسن الخاتمة، يغفر لكم ذنوبكم اي الله، ما يخليهاش في حسابكم، ويدخلكم جنات، وهذا من خير الله لاغلب الناس القاعدين يسعوا للحصول عليه، لهم ثمار غير ذلك، ثمار جهنمية. هؤلاء هم ليسوا بأمة، بل هم بالغمة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. شوف خير تلقى في أفلام ولا في قصص ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ونختم جلستنا بحول الله بما بقي من هذه السورة، سورة الصبر.